بقول لك ايه، خد تعال. عايزك تجيب لي من المخزن التمثال بتاع مخ مخرع اله الذكاء. لا يا دول، انا بص اله الذكاء ده انا ما بحبوش يا دول، بيقعد يبص لي بصات غريبه كده. اله الذكاء بيقعد يبص لك؟ يا غبي يا غبي، طبعا انت بتعشق اله الغباء مخ مخرع. ده حبيبي ده يا دول. مخ مخرع بقى اله الذكاء ده مطلوب مني، روح هاتهولي من المخزن على طول. ولعلمك اله الذكاء ده جدك، يلا المفروض كنت استفدت منه، اتعلمت منه اي حاجه يا غبي. يا عم لا، انا بص ما بحبوش بقى. بقول لك يا دول، هو اله الذكاء ده هون يعني هو اللي اخترع الشطرنج؟ يخرب بيتك، شطرنج يالا كان ايام الفراعنه يا عبيط يا هبل. لا طبعا ما كانوش لسه اخترعوه. مخمخرع ده بقى اللي هو اله الذكاء هو اللي اخترع الكوتشينه. اه دوله، طب بقول لك يا دوله، هو مين بقى اللي اخترع الدومنه؟ الدومنه دي اللي اخترعها يا سيدي دبشرع. مين ده؟ دبشرع اخو جوهرياك واختهم بقى الصغيره اللي هي دوسه، بس دوسه دي كانت اختهم بس مش شقيقه، يعني اختهم من طاوله تانية. اه يا دوله، ده الواحد بقى كده هون يعني المفروض يحترم الفراعنه دولت قوي يعني، علشان ده تلاقيهم بقى هم اللي اسسوا فكره القهوه. رجعتني للتاريخ يلا. رمز الاصلي قري كتير جدا، هم اللي فعلا اسسوا موضوع القهوه ده باماره مثلا الاله شيشرع، وده برضه فكرنا بحجر يع. امال ايه؟ روح يلا، روح اجري تجري على الله، روح هات لي بسرعه التمثال اجري. ماشي يا دول، الواحد بيستفيد كل يوم والتاني يا دول. ما تستفدش، يلا اتكل على الله بسرعه. يا ده رمزي وقعتي ايه يلا؟ يخرب بيتك يعني تمثال وقع عادي مش مشكله. خد يا دول اهو. اه وخد، لقيت الكتايب دون جوه. ده ايه الكتاب ده؟ لقيته جوه في المخزن. الله الله الله، ده كتاب قديم كان عندي في المخزن. الكنوز الفرعونيه، ده اسم برنامج ده ولا ايه؟ كنوز الفرعونيه لمؤلفه ياقوت مرجان. الله الله الله، ده دي ايه ده؟ ده في خريطه يالا. خريطه؟ ارميه ارميه يا عم، تلاقيه كتاب جغرافيا. ارمي ايه؟ دي خريطة كنز، كنز طاعة الوالدين، الطريق إلى الكنز. الله، الرموز والشفرات دي. الكنز يقدر ب 300 سبيكة ذهبية، إذا عثرت على الكنز هتعيش في نغنغة وعز. ابحث ابحث، خربش تكسب. إيه ده دولة؟ ده أنا خايف، أنا خايف يا دولة. خايف من إيه يالا؟ خايف من خريطة يالا؟ خريطة كنز يعني ممكن فعلا لو دورنا ممكن نلاقي كنز. لا ما تقولش. ما انا قلت يا ابني خلاص، وواضح ان الكنز ده موجود هنا اهو في المخزن بتاع البازار، بس الرموز دي مين اللي حلها؟ استنى كده يا عم، استنى 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 كده كده. استنى يالا، ده في كارت يالا. ده كارت على ورقة باردي. ياقوت مرجان، خبير اول حفر وتنقيب وفك رموز، حاصل على دبلومة الكنوز الفرعونية من معهد الزلعة الذهبية. هو ياقوت مرجان ده اللي هيدلنا فين الكنز بالظبط. استنى كويس، في رقم موبايل ليه. ايوه جاي. احلى ثلاثة شاي على مية بيضاء يا استاذ عادل. شكرا. يعني انت متاكد ان ياقوت مرجان ده مات؟ بقول لحضرتك ده والدي، انا ذهب ياقوت مرجان. احمدك يا رب. وعلى كده بقى حضرتك يعني تعرف كلمه السر بتاعت مغاره علي بابا؟ اصل هم غيروها. ايه ده خارج من فيلم كرتون ده ولا ايه؟ بس يا بابا احنا بنتكلم عن كنز بجد. حضرتك يعني افهم من كلامك ان انت فعلا تقدر تلاقي لنا الكنز ده؟ يا استاذ، دي مهنه انا وارثها ابا عن جد عن عم، مهنه تتوارثها الاجيال. زي مهنة الحمار كده يعني. شوف مش عايز ينسى مهنته ابدا. انت بتتكلم ليه حضرتك؟ يعني الكنز ده بالنسبة لك سهل يعني؟ انا كده هقوم امشي على فكرة. مش يا عم ما تتصعبش علينا قوي كده، انا هقوم امشي وبتاع، انت هتعمل لنا فيها خولي بتاع الكنوز. ولا ولا ولا، عيب يلا عيب يلا، احنا اسفين جدا يا باشمهندس، معلش احنا بس كنا حابين يعني نطمن. احنا عيلة مشهورة بالذهب ابا عن جد، ايدينا في الذهب ابا عن جد. أنا جدي هو اللي اكتشف كنز الملك قارون. إيه ده؟ ياه، اللي هو بتاع الفيوم ده كنز قارون. طب ولقيته المفتاح؟ أنا كنت عارف يعني إن هو تايه.
لا احنا فورنا الاقفال. فورت الاقفال؟ لا كده احنا اطمنا يعني ما دام بتعرفوا تتصرفوا اطمنا. حضرتك طيب نتكلم بقى بشكل عملي، هنتحاسب ازاي؟ انا هاخد 10% من الكنز بس. 10% ولا تفرق معانا يعني، هو الكنز بتاعنا يعني ده احنا نلاقيه لسه يعني. بس خلي بالك أجرة الحفارين وسجايرهم وفطارهم والعدة عليك. دي الأجرة اللي عايزينها قبل ما يلاقوا الكنز. طب كام يعني تخشينا في حدود كام؟ يعني حوالي 3-4 آلاف جنيه، وانت وشطرتك في الفصال بقى مع العمال. 3-4 آلاف؟ لا خلاص مفيش مشكلة إن شاء الله، بس أهم حاجة ما يفشوش الأسرار، أنت عارف الضرايب عينيها مفتحة جامد يعني. يا أستاذ أنا جايب لك صفوة. الرقاصة؟ يا أستاذ أنا قصدي صفوة القوم في الشغلانة دي. جايب لك ابراهيم حفره، عباس تحضيره، سيد مطب ده علشان الطوارئ لو قابلنا تحت مسلح ولا حاجه نخش فيها كده. كل ده كوم، وعرق عبده ابليس لوحده كوم تاني. عبده ابليس؟ حضرتك مش شايف ان في تناقض بين عبده وبين ابليس؟ عبده ابليس ده علشان لو اتكعبلنا في لعنه واحنا بنحفر يخش يشيلها هو. بيبي انا قريت في كتاب الاحجار الكريمه موضوع علميه، هو ان المنطقه دي بالذات بتبقى خصبه جدا لنمو الكنوز. نمو الكنوز؟ انا هضطر اوافقك يا رانيا لان ما قداميش حل تاني صراحه يعني. يعني انت عايز ايه يا عادل؟ بص يا ماما انا عايز في حدود مثلا 3-4 آلاف جنيه. انت عارف يا عادل يا حبيبي يعني البير والكفر بتاعه. ده ايه الفرانكو قراب ده؟ بير والكفر بتاعه دي راي دي. المهم يعني يا حماتي هتعملي ايه يعني، هتدفعي ولا مش هتدفعي ولا ايه؟ طيب بص يا أبي، لو اديتك الحلق بتاعي ولقيت الكنز هترجعهولي ايه؟ بصي بقى يا نجلاء، لو اديتيني الحلق هرجعهولك سبيكة 2.5 كيلو. لو مش عايزة مثلا انا اوزنلك اوزني برا، وعشان لا اظلمك ولا تظلمين. اوكي خد يا أبي. ماشي برافو عليك برافو عليك. خد يا عادل، احنا مش هنسيبك في الزنقة دي. طب هترجعهم لي كام؟ هرجعهم لك يا ماما سبيكة ضخمة جدا يعني، مدام دول أكبر من دول يعني سبيكة 10 كيلو، وانت جوه بقى في إيه في الحلة مثلا تسيحيها وتقطعي وتقسمي وتشكلي زي ما انت عايز. خدي يا حبيبي. معلش يا عادل، انت زي ما انت شايف معديش غير فتلات، ممكن أدي لك فلوس متسلية؟ متسلية ايه؟ حد بيحكي لهم حكاية يعني ولا ايه؟ لا يعني فلوس واحدة ورا واحدة كده. فلوس سايلة يعني. ايوة مظبوط كده. بس بص بقى انا عندي شهادات الفئة بتاعتها، فئة بتاعت او. الفئة او؟ دي فئة غريبة قوي، ده فصيل الدم. بس ماشي اديني بس انت الشهادات دي وانا هتصرف ان شاء الله. بس يعني ما وعدكيش ان انا اديكي مثلا مبالغ ضخمة او اديكي مثلا من الكنوز حاجة ضخمة. اللي هديهولك ده يعتبر هدية مني ليك. طب افرض بقى الكنز ده ما تلاقاش. ايه يا بنتي، ده انا معايا اللي بيدور على الكنز اساسا، اسمه دهب ياقوت مرجان. يعني لو ما لقيناش الكنز ممكن نسيحه ونرجع لكل واحد فلوسه. المهم انت بقى رانيا هتعملي ايه؟ انا يا بيبي هقدر ان شاء الله افيدك بمعلوماتي الفرعونيه الفاسده، يعني اقدر اقولك قيمه قطعه الذهب دي هتبقى قد ايه، جايه من اني حته، سبوع الملكه حتشبسوت الاول، عيد ميلاد البت الفرعونه الصغيره، كتب كتاب الملك مينا ال15 كده يعني. كتب كتاب الملك مينا. ماشي يا رانيا ماشي، معلومات هتقوليها وخلاص. بس يا جماعه انا اللي بطلبه منكم دلوقتي بجد، انا هبتدي حفر خلاص وهبتدي الاتفاق مع الناس اللي هيحفروا. اللي انا طالبه ادعوا لي يا جماعه. يا رب يجعل لك في كل خطوه سبيكه يا رب.